أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا. نشرة الأخبار من تلفزيون حضرموت، أهلا بكم وإلى أبرز العالم. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يزور مقر قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية. اللواء الزبيدي يلتقي المدير العام لشركة بيتكو بتريليوم الأسترالية. وزير الخارجية يبحث مع السفير المصري سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. إلى التفاصيل مشاهدينا. قام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العلامي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء بزيارة إلى قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، حيث كان في استقبال فخامته قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع. واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الزيارة إلى إيجاز عن العمليات المشتركة وآليات التنسيق مع الداخل اليمني ودول تحالف دعم الشرعية، كما تبادل مع قيادة القوات المشتركة الأفكار المتعلقة بتعزيز التعاون والدعم للقوات المسلحة اليمنية. وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على دور قيادة قوات التحالف والتضحيات الكبيرة التي قدمها الأشقاء بقيادة المملكة العربية السعودية دفاعا عن تطلعات الشعب اليمني وقيادته الشرعية وتخفيف معاناته الإنسانية ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار في اليمن. التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن المدير العام لشركة بيتكو بتروليوم الأسترالية رياض صالح فضل. واستمع اللواء الزبيدي من المدير العام للشركة الأسترالية إلى شرح موجز عن نشاط الشركة وأصولها واستثماراتها في القطاع النفطي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجرى خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع النفطي والغازي بمحافظتي شبوة وحضرموت والأعمال بهذين القطاعين. وأكد نائب مجلس القيادة انفتاح بلادنا على جميع الاستثمارات الأجنبية في قطاعي النفط والغاز وغيرهما من المجالات الحيوية بما يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد. بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم مع سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة أحمد فاروق محمد توفيق العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها. وخلال اللقاء استعرض وزير الخارجية نتائج زيارة فخامة الدكتور رشاد محمد العلامي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى العاصمة المصرية القاهرة ولقاءه مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. وتطرق بن مبارك إلى التحضيرات الجارية لعقد قمة الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر والخطوات الكفيلة بضمان أمن الملاحة الدولية واستقرارها، وكذا مستجدات الأحداث في بلادنا على ضوء الهدنة الأممية والخروقات الحوثية التي كان آخرها الهجوم الغادر على منطقة الضباب بمدينة تعز. وجدد السفير المصري بدوره التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والخطوات المبذولة لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والجهود الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل وفق المرجعيات المتفق عليها. دشن وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس اليوم عمل مركز تنمية الإيرادات بالديوان العام للمحافظة ومناقشة خطة عمل المركز خلال المرحلة القادمة. وأوضح لملس في التدشين الذي حضره وكلاء المحافظة ومديري عموم المديريات والمكاتب التنفيذية ومستشار المحافظ لشؤون المديريات بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتم عبر توسيع مصادر الإيرادات العامة بمختلف أنواعها من خلال تنمية مصادر إيراداتها التقليدية أو من خلال إيجاد مصادر جديدة. ولفت لملس إلى أن المركز سيسهم في تعزيز خطة تنمية الموارد وسيساعد على تنفيذها في المكاتب الإيرادية بالمديريات ضمن شبكة تحصيل إلكترونية موحدة للسلطة المحلية،
والعمل على دراسة وتقييم الوضع الإداري بالمحافظة، كما جرى استعراض محاور خطط عمل مركز تنمية الإيرادات والمتضمنة إقامة ورش بشكل شهري وعمل دورات متخصصة في مجال تنمية الموارد وإدارتها. افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن دورة تدريب المدربين في برنامج مكافحة العدوى، والتي تنظمها الإدارة العامة للجودة ومكافحة العدوى بدعم من منظمة الصحة العالمية. وحث وزير الصحة المشاركين على الاستفادة من مفردات الدورة وعكسها على الواقع العملي، ونقل المعارف إلى زملاء العمل في القطاعات الصحية المختلفة بالمحافظات، موضحا بأنه يتم العمل حاليا على استكمال البناء التنظيمي للإدارة التي ستتوسع في المحافظات لتحقيق الجودة الأشمل. وأكد مدير الإدارة العامة للجودة ومكافحة العدوى بوزارة الصحة الدكتور أمين سلمان من جانبه أهمية الدورة في تعزيز منظومة العمل الصحي في المرافق الصحية المختلفة في المحافظات المحررة والسير بها نحو تحقيق الغايات التي أنشئت من أجلها. استنادا إلى توجيهات القيادة السياسية ودعم الحكومة وبتكليف من وزير الصناعة والتجارة، ترأس نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي صباح اليوم مع المدير العام للمؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي اجتماعا ناقش تفعيل دور المؤسسة الاقتصادية وخلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص تحت إشراف الوزارة. وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف الشرفي إلى مناقشة الرؤى والأفكار الكفيلة بوضع آلية تحدد مسارات تدخلات المؤسسة الاقتصادية والإسهام مع القطاع الخاص في تأمين المخزون الغذائي الاستراتيجي من السلع الأساسية وبأسعار مناسبة. وفي الاجتماع أكد نائب وزير الصناعة والتجارة أهمية تفعيل دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية ودورها المحوري في خلق شراكة تعزز دورة القطاع العام والخاص. واستعرض المدير العام للمؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي من جانبه نشاط المؤسسة وقطاعاتها في العاصمة المؤقتة عدن وعموم المحافظات المحررة، مؤكدا استعداد المؤسسة الاقتصادية تأمين احتياجات السوق المحلي للسلع الخمس الأساسية وبأسعار مناسبة. تقدم لاختبارات القبول بمعهد التعليم الفني والتدريب المهني بسيئون وفرعه بالقطن في محافظة حضرموت 667 طالبا للمنافسة على 175 مقعدا. وتشمل اختبارات القبول 6 تخصصات مهنية للعام الدراسي 2022-2023. وتعرف الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ومعه نائب المدير العام للتعليم الفني والتدريب المهني بوادي حضرموت الدكتور أمين بحميد من مدير المعهد المهندس أنيس قمصي على تخصصات المعهد التي تشمل تمديدات منزلية وكهرباء سيارات والتبريد والتكييف وميكانيكا مركبات وإلكترونيات وحاسوب. وأكد الوكيل السعيدي أن السلطة المحلية حريصة على دعم خطط المعهد وبرامجه للدور الذي يقوم به في تأهيل الشباب وتدريبهم لإيجاد فرص عمل. ترأس المدير العام لمديرية مدينة المكلا المهندس صالح العمري الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي بالمديرية لمناقشة مجموعة التقارير المقدمة. وتطرق الاجتماع إلى التقارير المقدمة من مكتب الشباب والرياضة وإدارة التحصيل ومكتب التربية والتعليم للاطلاع على أبرز الصعوبات التي تعترض سير عمل المكاتب ومناقشة المقترحات وسبل حل العراقيل التي تواجهها. وفي الختام أقر الحضور عدد المقترحات المقدمة لتنفيذها. أشاد المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الساحل الدكتور محمد صالح الجمحي بتدخلات منظمة الصحة العالمية ودعمهم للمرافق الصحية والمستشفيات في عموم مديريات ساحل حضرموت. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بحضرموت الدكتور علي جعول. وخلال اللقاء
استمع الدكتور الجمحي إلى شرح واف من الدكتور جعول حول المشاريع والبرامج الصحية والتأهيلية التي نفذتها منظمة الصحة العالمية للمرافق الصحية والمستشفيات الحكومية، والتي استهدفت مديريات المحافظة كافة، كما استعرض إنجازات المنظمة للنصف الأول من العام الجاري، وكذا خطة عمل المنظمة خلال النصف الثاني كشريك أساسي للقطاع الصحي. تفقد المدير العام لمديرية العبر الشيخ سالم بن ملهي الصيعري مع نائب مدير مكتب الصحة العامة والسكان لشؤون مديريات الصحراء خالد عبد الله العامري مبنى مستشفى مديرية العبر بمحافظة حضرموت، واستمع بن ملهي من مدير مكتب الصحة بالمديرية فهمي بن شملة على التجهيزات والاحتياجات لتشغيل مستشفى العبر، مطلعا على ما تم توفيره من الأجهزة والأثاث الممول من السلطة المحلية بالمديرية. وشدد بن ملهي على إدارة المستشفى ببذل الجهد والعمل بوتيرة عالية في سبيل تشغيله في القريب العاجل، وبما يلبي احتياجات السكان والنازحين في المديرية والعابرين المسافرين على خط العبر الدولي. استقبل لواء الركن طيار فائز منصور التميمي قائد المنطقة العسكرية الثانية صباح اليوم في مكتبه بالمكلا اللجنة العسكرية المشكلة من وزارة الدفاع لتصحيح أوضاع ضباط المنطقة الثانية. ورحب لواء التميمي برئيس وأعضاء اللجنة التي تضم عددا من الضباط في وزارة الدفاع، شاكرا أعضاء اللجنة على ما يقومون به من مهام وواجبات وطنية. وقدم رئيس اللجنة العقيد الركن نبيل عقلان شرحا واضيا عن مهام اللجنة والدور المنوط بها في تصحيح أوضاع ضباط المنطقة العسكرية الثانية. هذا وباشرت اللجنة أعمالها اليوم في استقبال القيادة والضباط بمقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية. والآن مشاهدينا إلى حالة الطقس. وصلنا إلى نهاية هذه النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير لأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يزور مقر قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية. اللواء الزبيدي يلتقي المدير العام لشركة بيتكو بتروليوم الأسترالية. وزير الخارجية يبحث مع السفير المصري سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيوني حضرموت. نهاية النشرة مشاهدينا، في أمان الله.